نبقى في ذات الملف، وتنضم إلينا من تونس أيضا نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. مرحبا بك نسرين، لو تطلعينا على الوضع فيما يتعلق بشكل الإقبال على التصويت، أيضا فيما يتعلق بالتأمين في دوائر الانتخابية. فيما يتعلق بالتصويت في هذه الانتخابات، يعني تبدو العملية بطيئة نوعا ما، يعني الإقبال على مكاتب الاقتراع من قبل الناخبين يبدو بطيئا، ويعني نسقه بطيء جدا وضعيف، وهذا يشير إلى أن هناك نسبة العزوف ستكون مرتفعة، يعني وحتى مرتفعة مقارنة بالمحطات الانتخابية التي عرفتها تونس في السابق. بالنسبة لتأمين العملية الانتخابية، هناك مراقبون منتشرون في كل مكاتب الاقتراع، مراقبون تابعون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مراقبون تابعون للمجتمع المدني التونسي، وهناك أيضا مراقبون تابعون لمنظمات دولية. هذا يعني غيرنا مكتب الاقتراع وذهبنا لزيارة مكتب اقتراع أحد يعني آخر، وتبدو يعني هذا مكتب الاقتراع الذي تبدو فيه نسبة الإقبال هي يعني الأكثر ارتفاعا مقارنة. طب هل كان هناك منذ بداية الاقتراع صباح اليوم نسرين أي مخالفات تم رصدها، أي شكاوى من قبل يعني المرشحين نفسهم أو معوقات؟ في مكاتب الاقتراع التي زرتها منذ الصباح، وبدأت عملية الاقتراع منذ 3 ساعات تحديدا، أكثر من 3 ساعات يعني تحديدا على الساعة 8 بتوقيت 8 صباحا بتوقيت تونس، يعني سألنا القائمين على هؤلاء هذه المكاتب مكاتب الاقتراع، وأخبرونا أنهم لم يرصدوا أي تجاوزات للصمت الانتخابي أو أي خروقات أو تجاوزات تضر بالعملية الانتخابية. لكن في مناطق أخرى من البلاد كانت هناك جمعيات تونسية معنية بمراقبة العملية الانتخابية، جمعية عديد على حتين على سبيل المثال قالت إن في مناطق قفصة مثلا تم والمهدية أيضا تم تسجيل بعض الخروقات فيما يتعلق ب يعني عملية الاقتراع. هناك مرشحون بحسب هذه الجمعية، هناك مرشحون عمدوا إلى نقل الناخبين في مجموعات لمراكز الاقتراع، إلى جانب أن هناك مرشحين آخرين يقتدون أو يشيرون إلى الناخبين للذهاب والتصويت إلى الانتخاب، ويعني يوجهونهم إلى مراكز الاقتراع. هذه الخروقات المرصودة، لكن في المكاتب أو المركز الذي أنا موجودة فيه الآن لم يسجلوا أي خرق للعملية. نعم نسرين، تحدثت عن متابعة الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات وأيضا من قبل جمعيات مختصة في المجتمع المدني، هل هذه الجهات هي كلها تونسية أم هناك جهات تتابع لهذه الانتخابات من الخارج؟ أغلبها هي جهات تونسية، هي منظمات مجتمع مدني تونسية محلية، وهناك نسبة هامة أيضا من المنظمات يعني مراقبين تابعين لمنظمات دولية، هناك يعني مثلا تابعين للهيئة الإدارية يعني الإدارات الانتخابية العربية، وهناك للمنظمة الإسلامية أيضا، هناك أيضا الاتحاد الأفريقي نشر بعض فرقه لمراقبة الانتخابات التونسية، وهناك العديد من المنظمات الأخرى. هناك أيضا مركز كانتر يراقب هذه الانتخابات، وطبعا يعني هناك جمعيات تونسية مثل جمعية عديد، جمعية مراقبون، وهناك عديد الجمعيات التونسية الأخرى التي يعني اعتدنا على رؤيتها وعلى مراقبتها للمسارات الانتخابية. شكرا جزيلا لك نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من تونس.